قلت أريد أشتغل الشغلة ما موجودة بالمحافظة بالمدينة، فتوجهت على الأحجار الكريمة وشبه كريمة، وجدت كثير من أنواع أحجار العقيق بالموصل، جانب الأيسر من الموصل، عقيق الساردونيكس والأونيكس والسارد الجزع الجزع الطبقي والإيفنتورين عقيق الإيفنتورين والقنداش الملون يسمونه قنداش والسلطاني والداوودي والسليماني. المرحلة الأول مرة قطع الحجر، ويجب أن يكون القطع بصورة بخبرة لئلا يخرب يعني الحجر كصور وألوان وخطوط أو تصاوير ربانية أصلية يعني. بعدين مرحلة الصقل والتنعيم، وبعدين آخر شيء التلميع، وآلة أنا حورتها تحوير محلي وبطيئة بالإنتاج في العمل. الشخص يخابرني مثلا على القياس، قياس الأصبع، وأسوي له، وإما أن ينتقي له من الأحجار اللي أنا جاهزة مسويها قبل، وهاي كلها أحجار يعني ساقلها ما جاي من لا أجنبي ولا مستورد ولا كل عراقي صرف. أكثر شيء يسألون عن السلطاني والجزع، الجمالية الجزع والألوان العميقة يسألون عليها. صناعة خاتم يجوز ساعتين ثلاث ساعات إذا حجر واحد. الأسعار يعني تختلف طبعا حسب الندرة، يعني أنا عندي يشم، اليشم جاء أطلب عليه 4 أوراق، كل غرام ورقة يعني 150,000 عراقي، 40 35 40 30 هيك. بس أحجار الخام أحيانا الحجر خام مدهش مميز، بس الحجر 60,000 إلى 100، يعني هذا كعقيق وسلطاني. أما إذا نوع أثقل نوعيا من العقيق والسلطاني والجاسبر، لا ذاك حتى أنا ما بعت كريزو بيليل الثقل النوعي ماله يبدي من 3.50 إلى 3.78 كريزو بيليل، معدن ثقيل أثقل من الماس، عرضتها ما حد يجارب يشتريها والله، أقل شيء دفتر. هذا حجر الكريزو بيليل زين، هذا كريزو بيليل معدن ثقيل من مجموعة أحجار البيريل، والبيريل معدن ثقيل نادر